اهلا وسهلا. امامنا الان او خلفنا مبنى شكله عادي، يظهر انه عادي زي باقي مباني طوكيو، ولكن فيه سر. ما هو هذا السر؟ انه طوله ما كان كذا، هو هذا فندق كان طوله من 7 شهور فقط 140 متر، الان طوله 69 متر. كيف؟ عندنا من الامور مثلا لما يبغوا يهدوا مبنى، عاده ايش بنشوف في امريكا وفي يعني شوفوا هذا المنظر، هذا المنظر التقليدي، اما تفجير يسووا يحطوا متفجرات وبعدين تلاقي المبنى هبط كده ضرب وبعدين طلع الغبار الكثير حواليه. الحكاية باختصار هذا كان فندق طوله 140 متر، قرروا أصحابه أنه يبغوا يهدوه علشان يغيروه إلى مشروع آخر. كيف تتم عملية هد المباني في طوكيو؟ بغطوا المباني بالهذا، شايف الغطاء هذا؟ أو الحزام هذا اللي حوالينا المبنى، هذا متركب من شركة المقاولات، وبعدين يتم بعمليات داخلية جوا المبنى، بتنزل المبنى تدريجياً في عملية هندسية رائعة بارعة تظهر قدرة العقل البشري. شوفوا المبنى ده كيف كان، بعدين حتلاقوه قاعد ينزل 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 كل يوم، ينزل بهدوء وببطء شديد إلى أن وصل إلى هذا الحال. خلال 3 أشهر من اليوم هذا المبنى لن يكون موجود، حينتهي. أيضا حرص على الجيرة وعلى حقوق الجار عندما يحصل بناء أو عندما يحصل هدم. ولاحظوا ما في صوت، احنا قاعدين نتكلم على مبنى قاعد يتهد الان، عملية هدم ما في صوت. سامعين صوت هدم؟ ما في صوت هدم، صوت انتهى.